والآن نحن في القسم الثاني من هذه المقابلة مع السيد الدكتور محمد عرابي نخله النبالي من مواليد عام 1941 من قرية بيت نبالا قضاء مدينة اللد. وكنا قد توقفنا مع الدكتور في نهاية القسم الأول إلى سؤاله عن المسجد، وذكر أن هناك مسجدين في قرية بيت نبالا، المسجد العمري القديم والمسجد الآخر الذي يقع في غرب القرية. وتحدثنا أيضا عن المقامات، ونستمر بنفس السؤال: هل كان في قرية بيت نبالا قبل عام 48 زوايا في القرية؟ أعتقد أنه كان هنالك زاوية في بيت نبالا، كان إمامها أو شيخ هذه الزاوية الشيخ محي الدين الخطيب. نعم، وهو من القرية. نعم. هل تذكر دكتور لأي طريقة كان يتبع هذا الشيخ؟ بالضبط لا أذكر. لا تذكر ذلك. نعم. المقبرة، ذكرت في سياق الحديث عن المسجد الجديد. نعم. أنها قريبة منه. نعود مرة أخرى للتأكيد. نعم. أين تقع مقبرة القرية؟ مقبرة القرية تقع على يسار الإنسان، إذا كان متجه من القرية إلى المدرسة تقع على يساره بالقرب من المسجد. نعم. أي على يمين المسجد إذا كان الإنسان سيخرج من المسجد. المسجد البوابي في الجهة الشرقية، تقع المقبرة على يمين من يخرج من المسجد، وإذا كان الإنسان يمر بالقرب من المقبرة تكون المقبرة على يساره بين المسجد وبين الطريق المؤدي إلى المدرسة. نعم. دكتور، قبل عام 48 في قريتك بيت نبالة كان يوجد عيادة صحية؟ أعتقد كان هنالك عيادة في ربما كانت في آخر سنتين في. نعم. أين موقعها في القرية تقريبا؟ أتذكر بأنها كانت في في بيت مستأجر، ربما بيت خليل كيد. نعم. في غرب القرية. في غرب القرية. نعم. نعم. كان طبيب يداوم في هذه العيادة؟ كان طبيب يأتي من مدينة اللد. زيارات. زيارات. أسبوعية. أعتقد كان يأتي له برنامج معين. يعني. نعم. بدنا نتحدث عن النظام الإداري الذي كان قائما في قرية بيت نبالة، وأعتقد مشان أقرب السؤال أنه كان نظام المخترة. نعم. فكيف كان يعني شكل هذا النظام في القرية؟ يعني قديما يقال بأن بيت نبالة كانت مركز نظارة. نعم. أي هي مركز ناحية في العهد العثماني، وفي العهد البريطاني وقبيل نكبة 48 كانت القرية مقسمة إلى عشائر أو إلى حمائل، وتقريبا في كل حمولة مختار وأحيانا مختارين. نعم. ممكن تذكر لي دكتور قبل النكبة مباشرة أسماء المخاتير اللي كانوا؟ يعني الذين أذكرهم. نعم. من مخاتير بيت نبالة الحج محمود، حسين، صالح وهو والد زوجتي. نعم. وهو من حمولة دار زيد من عائلة دار مصلح، والحج عطى موسى سليمان النبالي وهو خالي وهو مختار من مخاتير دار النخلي. نعم. والشيخ أو الحج حسين خليل يوسف المعروف بحسين خليل عيلي وهو مختار من مخاتير دار النخلي وشيخ من شيوخ المنطقة الحقيقة من كبار رجال الوطنيين في منطقة اللد وفي بيت نبالة. وأيضا من مخاتير القرية كان محمد عساف من دار صافي. من مخاتير القرية من دار صافي أيضا كان مصطفى طه خالد صافي، وأصبح فيما بعد أيضا رئيسا للمجلس البلدي. أيضا من مخاتير القرية أذكر الجمعة أحمد البرقة وأحمد عابد. نعم. نعم. ذكرت لي في سياق الإجابة الآن دكتور أو استخدمت تعبير المجلس البلدي. نعم. هل انتقل النظام الإداري في قرية بيت نبالة قبل النكبة مباشرة إلى النظام البلدية؟ لا، لم تصل إلى بلدية، إنما مجلس قروي. كان في القرية مجلس قروي مكون من عدد من أبناء القرية، وكان رئيسه كما أشرت
مصطفى طه خالد صافي. أيضا في إطار قريتك بيت نبالة بدنا نتحدث عن الآبار، عن عيون الماء إذا كان موجود في القرية. أنا أذكر بأن البلد كانت تشرب من بئر في غرب القرية، كنت أذهب مع والدتي أحيانا إلى ذلك البئر. نعم. بئر يوجد عليه موتور، فهو بئر توازي أوتوماتيكي، يعني تخرج المياه من خلال حنفيات موزعة على جانبي البئر. نعم. وفيه أحواض حول البئر لتشرب أيضا الدواب أو الأغنام. وبالإضافة إلى هذا البئر كان هنالك حول القرية آبار جمع، آبار ممكن جمع آبار الشتاء. نعم، آبار الشتاء. نعم. مياه الآبار في مياه آبار الشتاء هذه كانت تقريبا لسقاية الحلال والماشية. نعم. أيضا في بعض الآبار كانت في بيارات القرية، آبار ارتوازية أوتوماتيكية، وكنت أذهب أحيانا مع والدتي إلى بيارة إخوالي دار أحمد مصلح، خالي عطاء موسى سليمان وأبناء عمومته، هم بيار، فكان فيها بئر ارتوازي أوتوماتيكي. نعم. وتخرج المياه يمكن بستة إلى ثمانية إنش يمكن. نعم. يعني كبير. دكتور، بئر البلد. نعم. هل كان له تسمية محددة يطلقها أهل القرية عليه؟ بئر البلد. بئر البلد. نعم. وكان يستخدم للشرب والاستخدام المنزلي وأيضا. نعم. لسقاية الحلال. نعم. والماشي. نعم. برك كان يتواجد بقرية بيت نبالة؟ حول القرية أنا كنت في طريقي إلى قطعة من أرضنا في شرق البلد، كان في يعني حفرة كبيرة. نعم. في الصخر تتجمع فيها الأمطار شتاء، وكانوا يسموها الشيخ إبراهيم، لا أدري هذه القرية هذه الحفرة. في بعض القيعان في الأودية وفي. نعم. تتجمع المياه أحيانا، إنما. نعم. برك بمعنى برك ما في، لم تكن موجودة. نعم. البيادر أين تقع في القرية؟ البيادر في بيت نبالة في بيادر في شمال البلدة وبيادر في جنوب البلدة. نعم. البيادر الموجودة شمال البلدة اسمها. نعم. السطح. نعم. في اسمها اللي في جنوب القرية اسمها السطح، أما في الشمال اسمها النوادر أو البيادر الشامية. نعم. بدنا نتعرف أكثر على قرية بيت نبالة بعد كل ما عرفناه من معالم طبيعية موجودة في القرية. الأودية التي تحيط بقريتك. أنا أذكر أنه حول بيت نبالة في أكثر من واد. نعم. في الجهة الشمالية من بيت نبالة في واد اسمه الواد الشامي، وهو بالقرب من نوادر الشامي. نعم. وربما تسميته بالوادي الشامي لأنه يقع في شمال القرية. نعم. وهذا الوادي ربما يأتي من منطقة جبال رام الله وصولا إلى بيت نبالة، وبعد ذلك يتجه غربا إلى غرب القرية. نعم. من المعروف أن قرى فلسطين ثم هنالك أودية أخرى، هنالك. نعم. واد في جنوب القرية يسمى وادي كريغع، ويتصل وادي كريغع، هذا وادي كريغع ربما ينبع من المناطق القريبة من شرق قرية بيت نبالة من منطقة شقبة وقدية وبدرس. نعم. ويلتقي هذا الوادي مع الوادي الشامي غرب مدرسة بيت نبالة. نعم. هنالك إلى بين بيت نبالة والحديثي على بعد حوالي ثلاثة بين 2 إلى 3 كيلومتر يوجد أيضا وادي أكبر من هذين الواديين يسمى وادي الصرار، ويلتقي وادي الصرار مع الواديين هذول في ملتقى إلى غرب مطار اللد، وربما يصب في البحر الأبيض المتوسط. نعم. من المعروف أن قرى فلسطين وقرى بلاد الشام تقريبا سكانها أهالي هذه القرى والنواحي والبلدات هم بالأساس مزارعين فلاحين. نعم. وجزء آخر جزء منهم كان يهتم بتربية الحلال والماشية. نعم. مناطق رعي الأغنام في قريتك بيت نبالة أين كانت؟ يعني على الأغلب كانت المراعي في شرق البلد. نعم. في المنطقة الجبلية
لأن غرب البلد أراضي سهلية زرعت بعضها بالبيارات وبعضها كان يزرع فيه الحبوب إلا إذا في كان في بعض الأحيان أحيان يزرع الأرض صيفي وفي ويتركها في السنة التالية لتزرع شتوي، فإذا كانت غير مزروعة ربما يديروا الحلال خاصة الأغنام. أما الأبقار والجمال والخيول وغيرها كانت من راعيها معظمها في المنطقة التي تقع شرق البلد في المنطقة الجبلية. قبل عام 48 دكتور، هل افتتح مقهى في قرية بيت نبالة؟ أنا بتذكر أنه كان في أكثر من مقهى في بيت نبالة. يعني من معرفتي كان في وسط القرية القرب من ليست بعيد عن بيتنا كان في قهوة لرجل اسمه سليم الجول. وكان هنالك كان هنالك مقهى في غرب القرية بالقرب من المدرسة القريب يعني في غرب القرية، لا أدري لمن كان ذلك المقهى، يعني كان فيه مقهى وربما كأنه افتتح مقهى في قبيل الهجرة في 48 يمكن لعمي حسين خليل مقهى حديد. صالون حلاقة كان يوجد في القرية، يعني صالون بمعنى صالون لم يكن موجود في القرية إنما كان محلقة. محلقة يعني صالون صغير قديم لحلاق مشهور في بيت نبال، وربما كان حلاق بيت نبال الوحيد، وربما كان يقوم بعمل الطبيب أيضا في القرية ويختن الأطفال الذكور وإلى آخره، فاسمه جمعة رضوان المصري. هل تذكر دكتور عندما كان يقوم بعملية تزيين والحلاقة كان يتقاضى الأجر مباشرة أم ينتظر الموسم؟ لا كان ينتظر الموسم وكان يأخذ غلي يعني قمح أو وعلى الأغلب قمح. ملحمة كان موجود في بيت نبالة؟ ملاحم كان. ملاحم. نذكر أشهرها. أشهر الملاحم ملحمة الحج طالب الحيد. أين موقعها؟ وطالب الحيد ربما يعني كان في غرب القرية. وهو من دار الحيد من دار زيد يعني من حمولة دار زيد. كان الحاج طالب الحيد يجلب جلاب يشتري الأغنام والأبقار وله أيضا ملحمي ويبيع اللحم فيها أولاده يشتغلوا فيها. وكذلك كان في ملحمي بالقرب من بيتنا يعني ليس بعيدة عنا إلا يمكن بيت أو دار وهي ملحمة يوسف رباح. هذه الملاحم ربما كان لحامين آخرين لكن أنا يعني كنت صغير في ذلك الوقت. فرن هل كان يوجد في بيتنا؟ نعم كان في فرن أيضا ليس بعيدا عن بيتنا في حوش اسمه حوش الزعوط. هذا الفرن كان يمكن لناس من أقاربنا من دار النخلي اسمه خليل صبح. يعني خليل مخلوف. معصرة زيتون كان يتواجد في بيتنا بلا؟ آسف الاسم عيسى صبح. عيسى صبح وليس خليل صبح لأنه خليل صبح من دار زيد. معصر الزيتون. معصر الزيتون كان في أكثر من معصر. نذكر أشهرهم دكتور. اللي بتذكر أنا في معصرة بالقرب من الفرن هذا لعم حسين خليل مخلوف وكذلك في معصرة لخالي عطا موسى سليمان وكان ربما له شريك من دار صافي اسمه عربض أو لقب عرض يعني. ثم كان في معصرة أوتوماتيكية في غرب القرية أعتقد بأنها لدار اقطيفان. دار اقطيفان ودار الحج حسين يمكن معصرة متقدمة يعني. وكان أيضا في معصرة لأحد أقاربنا اسمه أحمد علي فرح. هذه ما أتذكر من معاصر الزيتون ربما يكون في أكثر يعني. بيت نبالة كانت مشهورة بالزيتون ولذلك كان فيها معاصر كثيرة. بابور طحين دكتور كان يتواجد أيضا دكتور. كان في بابور طحين في الجزء الشمالي الغربي من القرية. ربما في يعني ليس بعيدا عن المقبرة على في منطقة اسمها المطامير.
يمكن اصحاب هذا الفرقة هذا البابور البابور نعم. بابور الطحين هم دار دار احمد كمنة دار اقطيفان ايضا من دار اقطيفان محمود سليمان اقطيفان واحمد سليمان اقطيفان نعم. دكتور حدثنا عن المعالم الاثريه عن الخرب التي تحيط بقريتك بيت نبالا. يعني انا كنت صغير تقريبا لكن بتذكر اثناء ذهابي مع جدتي انا كنت ملازم لجدتي كثير رحمها الله وكانت تشرف فيها على ارزاقها لانه كان زوجها متوفى ووالدي صغير ولذلك كانت يعني تتوسم في الخير لذلك تاخذني على الاراضي وكذا ففي المنطقه الشماليه الشرقيه من البلده في خرب اسمها الخرب الشامي وفيها اشرنا الى ربما مقام سعد وسعيد وعلي مالكينا والى اخره في ايضا خربي الى الجنوب من القريه بيننا وبين قريه الحديثي اسمها بيت كوفه الى الغرب من القريه في خربي اسمها جنداس وانا اعتقد يعني من دراساتي حاولت اتحرى على هذا الاسم اعتقد ان الاسم مشتق من جند عمرو بن العاص لانه سيدنا عمرو بن العاص كان قد عسكر بالجيش الاسلامي اثناء فتح فلسطين في منطقه اللد وهذه المنطقه هي بيننا وبين اللد فجند العاص او جند عمرو بن العاص اصبحت اسمها جنداس نعم ممكن تذكر لي دكتور مهنة عائلتك العامة قبل عام 48 مهنة عائلتي هي الفلاح نعم يعني كان والدي رحمه الله وكان جدي قبله من كبار ملاكي الأرض في 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 بيت نبالا أو من كبار ملاكي دار النخلة نعم وكانوا يعملوا في الفلاح والدي صحيح يعني ربما لم يكن يعمل يعني كان وحيدا وكانت رزقته على كما يقولوا واسعة ولذلك كان يستأجر من يعمل عنده في الأرض وكان عنده باستمرار أكثر من واحد يعمل في الأرض بعضهم من بيت نبالا وبعضهم من خارج القرية قبل عام 48 هل أنشئ نادي رياضي ثقافي اجتماعي في قريتك بيت نبالا؟ يعني حد علمي أنني من حديث من هم أكبر مني سنا كان هنالك نادي رياضي وربما كان أيضا نادي ثقافي ربما من أوجد هذه النوادي وحاول أن يحرك شباب القرية أحد أبناء القرية الذين تعلموا ذهبوا إلى بيروت وتعلم في بيروت الأستاذ مصطفى سليمان النبالي أو مصطفى سليمان سلامي النبالي وهو لا زال على قيد الحياة ورجل فاضل وأستاذ كبير تعلم في بيروت وتخرج يمكن في عام 49 من الجامعة الأمريكية في بيروت بدنا نعود بالذاكرة معك دكتور ل 55 عام مضت البيت الذي كنت تسكنه مع عائلتك مع والدك مع والدتك مع إخوتك كان بيت ملك أم مستأجر؟ بيت والدي كان له بيتان نعم بيت كان تسكن فيه والدتي وبيت آخر كان تسكن فيه زوجة أبي والدي كان متزوج اثنتين نعم والبيتين ملك طبعا نعم وكانت هذه البيوت مبنية من الحجار نعم البيت الذي كنت تسكن فيه مع والدتك نعم ممكن أن تقدم لي وصف لطرازه المعماري يعني هو كان من النمط البناء القديم اللي يقوم على شكل القباب على شكل أقواس على نعم شكل أقواس نعم نعم كان من طوب من حجر كان من الحجر من الحجر وكان هذا البيت بالإضافة إلى بيت آخر بجانبه بيت أخوه لجدي نعم تحيطهم سور ولهم بوابة خارجية وإذا دخلت إلى البيت تجد أن البيت مقسوم إلى قسمين كأنه يعني دوبليكس في 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 الوقت الحاضر في تحت الطابق السفلي كان يخزن فيه القش والقمح وإلى آخره
وربما جزء منه كان لتربية المواشي، وفي الجزء العلوي كانت المصطبة يسموها، تصعد لها بدرج، وكانت عبارة عن درجات ليست سهلة الصعود عليها. هذه المصطبة ينام عليها والدي ووالدتي وأخواتي وأنا وجدتي في نفس البيت، وهنالك طابق أو جزء آخر أعلى من المصطبة، كأنه الطابق الثالث يعني في داخل هذه الخيمة الكبيرة، اسمها الراوية، تسمى بالراوية، يخزن عليها القمح ويخزن عليها أيضا الزيتون والخوابي التي توجد فيها القمح وجرار الزيت، فكأنها يعني مخزن الأسرة. هذا سؤالي الأخير في هذا القسم من المقابلة، هل تم ربط قريتك بيت نبالا قبل عام 48 بشبكة الكهرباء؟ لا لم يكن هناك. ما هي وسائل الإضاءة التي كنتم تستخدمونها؟ كانوا يستخدموا في البداية السراج، وهو عبارة عن تراث من تراث الفلسطينيين القدماء، ولكن في أواخر الفترة كان يستخدم، يعني كنت بتذكر في بيتنا كان في لوكس، يعني عبارة عن فانوس في داخله يعني محاط بزجاج وفي داخله إضاءة. دكتور، بدنا نتوقف لاستراحة قصيرة وسنعود في القسم الثالث. شكرا. عافيك العافية.